مصر صاحبة ال 25 مشاركة وخسارة أمام المنتخب النيجيري في مباراة شهدت ردود أفعال كثيرة الحقيقة لدى الشارع المصري والجماهير المصرية، حالة من عدم الرضا والصدمة بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري. البحث عن اللقب الثامن في هذه البطولة الثامنة ممكن، ولكن لابد من الفوز النهاردة في اللقاء أمام منتخب غينيا بيساو مع المنتخب المصري بعدما شارك مع المنتخب طوال 10 سنوات سابقة. طبعا كان أهم إنجازاته التأهل إلى كأس العالم 2018 ووصافة أمم إفريقيا في 2017. أيضا هناك 3 تعديلات بالنسبة للمنتخب غينيا بيساو. تلم صلاح 6 مباريات غياب عن التسجيل مع المنتخب، وكرة أولى أمامنا هنا واحدة يا ولد يا ولد، كرة أولى محمد صلاح اللي لم نسجل أمام تونس في كأس العرب، لم نسجل أمام قطر في تحديد التالي. ستيف إمبري إلى بيكيتي بريتو سيلفا، ولكن المرة دي بفدائية أيمن أشرف إلى ركلة ركنية. أيمن أشرف جوكر، أيمن أشرف ما شاء الله. أيمن أشرف في بطولات الأمم الأفريقية بعد ما لعب 6 مباريات في كأس العرب وسجل في مرمى الجزائر من ركلة جزاء، وأيضا كان لعب 6 مباريات هدف جديد سجل مع المنتخب الأول في مرمى الجابون وفي مرمى منتخب ليبيا. هدف الجابون ده كان هدف غالي جدا. شوف أمامنا هنا محمد صلاح يلف كرة، لكن على طول من أقرب نقطة يطلع سوري ماني. 8-33.2 وكل فريق لديه محاولتين على المرمى طبعا، وإن كان هو ذهب إلى فيوتشر مع إمكانية عودته للزمالك في الموسم القادم. تدخل قوي أمامنا هنا، تدخل قوي يبدو حكم ومهمة. أدي عمر مرموش يا ولد، حلوة حلوة الأمور اللي أمامنا الفنية والمسك واضح. 11 وسجل في كوربو أوغندا في 2019، لكن كرة ترتد أمامنا هنا، الفاول حتى ما تلعبش بشكل صحيح. كرة من المنتخب المصري الحقيقة إذا أراد الفوز في هذه المباراة مطالب بالتنظيم، مطالب بالتركيز، مطالب باستغلال الفرص. يدخل في العمق عمر، لكن تكعبل في رجله ويجيبها مرة تانية ويسدد. الراجل يلعب جماعة العالي أمامنا هو، يعني سانجنتي ده 188 سنتي، لكن يطلع الحارس جوناس مندش يشيل على طول. 32 سنة، واحد إلى عمر كمال يعلق الكرة العالية. عمر كمال توقع يا مصطفى، توقع يا مصطفى، لكن على طول أوبا سانجنتي، أوبا يا مصطفى، ولكن على طول الكرة إلى خارج الملعب. كرة كانت خاطب السلية، عمرو يجرب حظه. عمرو يا ولد يا ولد يا ولد، عمرو السلية، عمرو السلية يا ولد، كرة مسددة يا ولد يا لعيب. أدي واحدة من الكرات الحاجات المطلوبة، الحاجات. تريزيجيه يفكر يسدد، عمرو السولية يلعب على طول كرة في اتجاه محمد صلاح. هي يا فرحة مصر، هي يا فرحة مصر، هي يا فرحة مصر. عمرو السولية ومحمد صلاح بعد صيام 6 مباريات عن التسجيل يفتتح التسجيل ويعلن عن التقدم المصري في هذه اللحظات. أمامنا هنا مو صلاح، نجم مصر ونجم ليفربول. مشرف جدا، نلتقيكم في نسخة خليج 24 واللقاء المرتقب بدار ليونيل، ليونيل أمامكم السويسري، وتحديدا في عام 70 السعودي بروح الهلال. Por favor, muy malo ese pase. Atención que busca un compañero. Mira el palomita. Fue buena la intención, pero no saltó el arco. Metió bien el cabezazo, pero era difícil desde ahí. Quizás tenía. ¡15 minutos de la primera parte!